عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على بركة الله حندير معاكم تشارك العريان على الطريقة التقليدية الأصيلة بدون إضافات. واش نحتاجو خياتي باش نديرو تشارك العريان؟ نحتاجو خياتي 3 كيلات فرينة ممسوحين، يعني معمرين ممسوحين ماشي بومبي، كيلة غير صباع سكر غلاس، كيلة إيدام سمن، مغرفة لافاني، بيضة كاملة، مبشور القارص، بيان سيغ المزهر، وماء دافي، بلا ما نساو قرصة ملح. حاجة الأولى خياتي نديرو الفارينة، ديجا راني درت 2 كيلات، هذه هي الكيلة التالتة. نزيدو نخلطو النواشف مع الفارينة، نضيفو شوية ملح، نضيفو لافاني، نضيفو سكر غلاس، نزيدو مبشور الليمون، الليمون الأخضر. نخلطو كامل النواشف خياتي بيدينا. بعد ما خلط النواشف كامل خياتي، نديرو حفرة في الوسط دوكا هكذا، نديرو كيلة تاع السمن تاعنا، بسم الله، السمن يكون بارد شوية ماشي يكون سخون. قلتلكم خياتي يكون شوية بارد باش نزيدو حبة بيض فوق السمن. هاد الوصفة تقليدية تاع أمهاتنا وأجدادنا. نبدا نخلط، ندخل ليدام تاعنا في الفارينة ملاح، ما نعجنوش. كما قلت لكم خياتي الكيلة تكون مسوحة تاع الفارينة، تجي سوا سوا مع تاع السمن. خلطت خياتي كامل لاباط تاعي بسمن، شوفوا كيفاش. دوكا نبلو بالماء زهر والماء، الماء يكون شويه دافي. ديما تشارك العريان مسكر العرايش يكون الماء شويه دافي، بالسمن هذاك ما يجبدناش. شوفوا خياتي درت كيلة غير 2 صباعتين ماء زهر وماء، والكمية المزهر والماء نحتاجوها على حساب نوعية الفارينة. أنا درت سيم كايلي تشوب بزاف كايلي، لا لا بسم الله. ونبدا نلم. كيفاش نعرفو بلي العجينة تاعنا تاع تشارك بسكر ولا العرايش ولا حاجة تاع السمن نعرفوها بلي ناجحة؟ نرفدو شوية خياتي هكذايا، نكورو فوالا. كي نشوفوها ليس هكذايا نعرفو بلي العجينة تاعنا راهي ناجحة. نديروها في كيس بلاستيكي، تفتح مدة نص ساعة ونتلقاو في طاولة العمل. بعد ما خلينا خياتي نص ساعة العجينة تشارك العريان تريح، ربحت له وقت وما حبيتش نطول معكم في الفيديو. كورت العجينة تاعي وزنتها 35 غرام، كورتها وزنتها 35 غرام. وجدت الحشو خياتي، حشو درتو 2 كيلات لوز، كيلة غير شوية سكر، شوية قرفة اللي يحب القرفة، ولميت الحشو تاعي بالمزهر. بيان سيغ نحتاجو بيضة أو بيضتين كاملتين، نخبطوهم. نحتاجو لوز إفيلي ولا كاوكاو إفيلي ولا لوز مرحي، كل وحدة كيفاش تحب الديكور تاعها. على بركة الله نبداو نشكلو تشارك العريان تاعنا الطريقة التقليدية، وصفة تقليدية
العجينة تاعنا خياتي نحلوها هدايا كيما تشارك مسكر وهلا شوفوا العجينة كي ترتاح. نديروا الحشو. الحشو خياتي تقدروا توزنوه 10 غرام ولا 8 غرام. انا والفت نخدم هكذا. شوفوا خياتي نرفد العجينة تاعنا نكورها على الحشو تاعنا. قلت لكم اي حشو كيما تحبوا لوز كاوكاو هالا. نغلق العجينة تاعنا هكذا لي بوينت بيان سور ونبدا نرولي ونشكل حبات شارك تاعي. هذه هي خياتي حبات شارك تاعي. شتت الحبة تاعي خياتي نرفدها عادي هكذايا نمرغدها في البيض ونمرغدها في اللوز فوالا. نرفدوها خياتي نحطوها في السنيوة. دوك نعطيكم لاستوس تاع تشارك باش ما ينحناش. شوفوا الحبة توجور لاقوها مع الحبة اللي فوقها عند لي بوينت تاعها باش ما تنحلش فوالا. جيسبر فهمتوني واش حبيت نقول. كي نحطو التشارك تاعنا تشارك العريان في السنيوة توجور الحبة اللي من تحت لصقوها مع لي بوينت تاع التشارك اللي فوقها باش ما تنحلش. زين نخدم معاكم حبة خياتي نفس الطريقة. نحلو العجينة تاعنا بالحليول. تشارك العريان فيه ريحة لافاني والقارص الله يبارك. نديرو الحشو فوالا. نبداو نروليو نغلقو مع الاخر لي بوينت تانيك ونبداو نروليو. طاحت لي لوزي في لي هنايا. ومن بعد انتي تحكمي في حجم الحبه تاعك لو تور فوالا. نديرو مرغدوها في البيض نزيدوها في اللوز. شوفوا خياتي كاش حنحط الحبه تاع تشارك تاعنا جوست يخلصوا لي بوينت تاع تشارك الاولى نكاليها بتشارك الثانية فوالا. شوفوا خياتي الحبات تاعي كاش جاو. نكمل الحبات تاعي ونولي ليكم. أنا عمرت السنيوة تاعي خياتي بتشارك العريان. شوفوا كاش جا الشكل ديالو. زين نأكد لكم الحبة توجور لاصقة مع الحبة اللي فوقها باش تشد لها لي بوينت تاعها باش ما تنحلكمش حبة تشارك. نشعلو الكوشة تسخن مليح نديروها متوسطة نديروها في الوسط. كي تشوفوها حمار من التحت نشعلو من الفوقة. أنا نكمل الحبات تاعي خياتي ونولي ليكم. أو طب تشارك العريان تاعنا خياتي شوفوا كاش جا شوفوا كاش طاب شوفوا من تحت نتلاقاو خياتي في طبق التقديم. هذا هو تشارك العريان تاعنا خياتي راهو حضر. شوفوا كاش جا تشارك العريان بالطريقة التقليدية الأصيلة بدون إضافات. إن شاء الله خياتي تبعتوا الخطوات تاع تشارك العريان. بيان سور فضلا وليس أمرا ما تنسوش ديروا لي أبوني ولايك القناة ديالي. صحة سهرتكم البنات. سلام.